بالشكل ده. يعني هو ده ان شاء الله باذن الله كل دعوات المصريين النهارده لفريق نادي الزمالك. نطير ايضا برضو لتونس، ولكن امبارح دي كواليس نادي الاهلي. ده فريق امبارح الترجي التونسي، جمهور الترجي امبارح داخل الاستاد، وهنفرجكم ايضا كمان على جمهور النادي الاهلي. دي كاميرا امبارح، دي كاميرا الملاعب اليوم، كاميرا قناه الحياه امبارح، وتالق كبير. ده جمهور النادي الاهلي. انا مش عارف الحقيقه ده جمهور النادي الاهلي ولا لا، ولكن امبارح يعني كان في امبارح 150 واحد من جمهور النادي الاهلي، ولكن اقدر اقول ان كان في التزام امبارح من جمهور النادي الاهلي وتعاون مع هشام العامر رئيس البعثه. ايضا برضو عايز اقول لكم حاجه، حتى منظر الشماريخ كان متبادل، يعني هنا ولع شماريخ هنا ولع، ما اقدرش اقول ليه وازاي والحكايه، خلاص غرامه هنا وغرامه هنا. هي بقى في ازمه ومشكله في قصه الشماريخ دي، انا ما بحبهاش على المستوى الشخصي، ولكن هم هناك يعني كان في عدد جمهور قليل من هنا ومن هنا، والاثنين ولعوا شماريخ فالامور ماشيه. ايضا النهارده في حوالي 200 واحد او 150 واحد ايضا من جمهور نادي الزمالك هيكون موجود النهارده برضو في المدرجات. دي اصابه جون انتوي معانا برضو، يعني خاص جدا كاميرا برضو قناه الحياه، كانت لحظه بلحظه ودقيقه بدقيقه معاه. دكه بدلاء امبارح النادي الاهلي عماد متعب ووليد صلاح شاركوا في الدقائق الاخيره. تألق امبارح الحقيقه بشكل كبير رمضان صبحي، وتألق ايضا بشكل كبير مؤمن زكريا، ولكن قدم امبارح اوراق اعتماده بشكل كبير جون انتوي. والناس امبارح عندها حاله اعجاب كبيره بايفونا، قالوا ان هو لعيب قوي، لعيب جامد، لعيب محتاج مساحات، محتاج التحامات، ولكن واضح ان النادي الاهلي جاي وبقوه، واضح ان النادي الاهلي صفقاته تعبر عن نفسها هذا الموسم. ايضا على الجانب الاخر نادي الزمالك النهارده هو على منظار الجميع، دعوات كل المصريين النهارده نادي الزمالك، كل المصريين النهارده بيقولوا يا رب نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده في انتظار النهارده اهداف لباسم مرسي، في انتظار المتالق كهربا حماده طلبه الذي يجيد منذ فتره احمد ديودار العائد وبقوه. النهارده ان شاء الله باذن الله يخلص اللقاء ونقول مبروك لنادي الزمالك زي ما امبارح تمنينا وحصل بالفعل، وقلنا مبروك للنادي الاهلي. فاصل ونكمل من داخل معسكر نادي الزمالك.